ما زدنا على العهد الذي أقررناه يوما ما بالمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بالصخيرات، لما صوت أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة على الشراكة الاستراتيجية بين حزبنا والمنظمة الديمقراطية للشغل. في الحقيقة نحن كحزب الأصالة والمعاصرة على مستوى جهة طنجة تطوان حسيمة لم، وأنا أعترف بهذا، لم نقدم إلى حدود الساعة ما تستحقونه من دعم، ما تستحقونه من دعم في إطار هذه الشراكة، ولكن أؤكد لكم اليوم بأننا سوف نضاعف مجهوداتنا سواء في المكتب الجهوي أو في مختلف المكاتب الإقليمية للحزب على الوقوف إلى جانبكم ودعمكم بكل الوسائل التي بحوزتنا، وشكرا لكم جميعا. قبل أن أنسى ورجال وأخوكم ووالدين، جزاكم الله بخير، الله يكثر خيركم الله يخلف عليكم. السلام عليكم بعدا، بغيت نشكر كاع الحضور، وكلمة بسيطة اللي غادي نقولها بحق لالا ميمونة اللي دوزت الكثير بديك الشركة اللي هي خير كوميرس ومناضلة من ناحية ديال خدمة وناحية أخرى ديال عائلتها، لأن هي ربة أسرة، فلها كل التحية والتقدير.